رايح ماتش لدي خبرة في الحقول النفطية ومع شركة نفط البصرة، واتمنى ان يكون واثق لدي ثقة انه الحقول النفطية في تطور مستمر، ويتمنى ان يكون العراق في تطور مستمر. عاليات معرض العراق الدولي للنفط والطاقة والمعدات النفطية بمشاركة 100 شركة من 13 دولة. هذه الشركات اليوم متواجدة في مدينة البصرة، وهي تكون أو قادمة اليوم لتقدم آخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا متقدمة في عالم الصناعة النفطية والطاقة. كونها اليوم داخل مدينة البصرة هي المدينة الواعدة جدا والكبيرة. هذه الشركات تسعى اليوم لزيادة حصتها السوقية في مدينة البصرة. هناك من يتواجد بالفعل على أرض الواقع، وهناك من يسعى للدخول إلى هذه السوق النفطية العراقية. بالتالي هذه الدول عندما أخذت القرار بالقدوم فهي على صواب، وهي متأكدة جدا من أنها ستكون لديها الحظوة الكبرى في سوق البصرة النفطية.